بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معشر الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، كل واحد حسب مرتبته ومقامه. طبعا كما جرت بذلك العادة، ولكن ليس في إطار يعني الروتين، أول شيء يقتضيه المقام هو أن نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. لقد نجحنا في هذا الامتحان، انتصرنا في هذه المعركة، والفضل أول ما قبل كل شيء هو لله. الله يجزيكم خير. شوف الشيء مشكلة مع هاد الإخوان الصحفيين. إيوا دابا هاد حزب العدالة والتنمية ما كيخلي الناس على راحتهم، وإني هما ما كيخليوش على راحتهم. إيوا الله يهديهم. أش غديو؟ فاحنا كان الحمد لله اليوم وكنتنيو عليه، متذكرين داير اكثر. ما دمنا بدأنا بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، فهي الفرصة باش لأنه الناس بقوا ربما كيتسألوا كيفاش تحقق هذا الانتصار، وغادي نشرح علاش حنا والموضوعيين في العالم كله كيعتبروا باللي نحن الحزب المنتصر أولا، رغم أن عدد الجماعات التي حصلنا عليها ليس هو الأول. يعني هذه المرجعية ديالنا الإخوان هي السر، هي السر. واليوم أنتم أكثر من أي واحد آخر في أشد الحاجة إلى تذكرها واستحضارها واستلهامها. كل ما درستم في حياتكم، كل ما تداولتم لما كنتم أعضاء في الحركة، ولما أصبحتم أعضاء في الحزب، ولما كانت عندكم التجربة الشخصية بينكم وبين خالقكم، ولما تلوتم كتاب الله تعالى، ولما ألقيتم الدروس أو استمعتموها وخطب الجمعة وكل الخير الذي وصل إليكم، كل هذا الوقت ديال التطبيق دياله هو هذا قد جاء. كان الإنسان مسؤولا عن نفسه عن أهله، فأصبح بين عشية وضحاها مسؤولا عن مدينة قوامها ملايين الناس أو مئات الآلاف أو عشرات الآلاف أو قرية صغيرة فيها بضع مئات من الأشخاص. هذا ليس سهل في ميزان الله. يعني كان سيدنا عمر يعني يتخوف يعني من المسؤولية، حتى أنه كان يقول: يا ليت عمر لم تلد أمه. فالمسؤولية صعبة جدا، ولكن يعني نعتقد أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف يعينكم عليها. وهذا هو الوقت، وهذا هو السر، هذا هو السر، باش من الأول ما تبقاوش تتسولوا علاش نجحنا وعلاش يعني إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي ننجحوا، لأنه كنستوعبوا هذه المرجعية، هذه اللي هي أفضل مرجعية في الأرض، ماشي الوحيدة، هي أفضل مرجعية في الأرض، وهي مرجعية مفتوحة كتقبل كل الخير الذي يوجد في مختلف المرجعيات، ولكنها يعني وهي ماشي مرجعية للتسلط على الناس ولا لإكراههم على نمط من العيش. هذه المرجعية هذه الإخوان هي مرجعية للاستقامة،
وهي مرجعية للدعوة إلى الخير، ليست مرجعية لإكراه الناس على نمط من العيش أو على أسلوب من التصرف أو على عبادة من العبادات أو على أي شيء من هذه الأشياء. وهذا من الآن نبهكم أن الدور ديالكم أنتم ماشي هو يعني الدين ديال المواطنين. الدين ديال المواطنين هذيك مسألتهم الشخصية، وهذيك مسألة من الناحية السياسية كتشرف عليها وزارة الأوقاف وكيترأس عليها وتيرجع الحكم فيها لجلالة الملك اللي هو أمير المؤمنين. إذن الله سبحانه وتعالى هناكم من هذه المهمة. علاش كنقول لكم هذا الكلام من الأول؟ كنقول لكم هذا الكلام من الأول لتحذروا، لأنه هذا هو الفخ الذي قد ينصب لكم من البداية ويبدأ وأنتم تذكرون أنه قبل بضعة شهور أثيرت قضاياها اللي لبس الصياها اللي ما نعرف شنو إلى آخره. أنتم مهمتكم محددة بالقانون، جيتيو باش تسهلوا الحياة للمواطنين، جيتيو باش تقوموا بواحد الخدمات مرتبطة بالنظافة ديال المدن ديالكم والقرى ديالكم، بالتعمير ديالها، بالنقل اللي فيها، بالتصريف ديال الواد الحار، بواحد العدد ديال الأشياء اللي مرتبطة بالحياة المباشرة، وكل وحدة فيهم فيها أجر. وانتم ماشي الدور ديالكم هنايا في هذه القضية هذه هو يعني هذه المرجعية هذه تلتزموا بها الآخرين، ولكن تلتزموا بها انتم تلتزموا بها، ولكن تلتزمون بها حقيقة وتلتزمون بها في العمق. لأنه تذكروا السي بوعزاف السيني رحمه الله وسؤلوا عليه، لأن السي بوعزاف السيني هو كان كيسير واتزم من 2003 ل 2009، وفي 2009 جبنا الأغلبية المطلقة في واتزم بفعل التصرفات ديال الرجل الصالح السي بوعزاف السيني رحمه الله. وسولوا غادي تشوفوا انه كان ملي كيكون غادي لواحد العمل وكتعترض الطريق ديالو واحد المراه اللي عندها مشكل، تيوقف هذاك العمل وتيمشي مع ديك المراه حتى كيقضي الحاجه ديالها. يعني هذا واحد، لانه الناس بزاف في السياسه كيعتقدوا باللي السياسه هي دير الاعمال اللي تكون تحت الاضواء الكاشفه، والسياسه هي دير الاشياء اللي يشوفوها الناس بغض النظر عن نيتك وبغض النظر عن صلاحها او عن عدم صلاحها. ولكن الحقيقة غير هذا، السياسة هي العمق وهي الصدق وهي النية وهي التصرف. ولا شافوك الناس مزيان ولا ما شافوكش أحسن. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. فإذا هذا الروح اللي هي جديدة في الحياة السياسية، احنا ماشي سياسيين ديال الميزانسان، الميزانسان ماشي ديالنا، هذيك ديال اشخاص اخرين وحنا ما كنعرفوهاش مره وحده. ولهذا خصنا حنا نستمروا في هذه السياسه هذه، لان هذه السياسه هذه هي اللي سمعوها الناس وهي اللي شافوها الناس وهي اللي حسوا بها الناس وهي اللي وصلت لهم دو بوش اوري. علاش عطيتني هذه السياسة معشر الإخوة الكرام هي اللي جابت هاد النتائج الباهرة أو المبهرة بحال قال يعني السي مصطفى. ولهذا أعود لأوصيكم خيرا بمرجعيتكم، أعود لأوصيكم خيرا باستحضارها بالشكل المطلوب وبالحجم المطلوب، وأعود لأقول لكم ما تنسوش العهود اللي خديتيو على نفسكم في الاول فاش يلاه دخلتيو لهذا العمل حتى قبل كاع ما تدخلوا للحزب، وقلتيو باللي نتوما بغيتيو وجه الله وبغيتيو الفوز بالجنه والنجاه من النار. وانا ما كنقول لكمش هذا معناه انه ما غادي تستفدوا حتى حاجه في الدنيا ديالكم، عاوتاني بزاف ما خصناش نبالغوا عليكم، ولكن نكونوا معقولين. داك الشيء اللي كيسمح به القانون الله يجعل البركه. هاد الدنيا الاخوان رحنا ما غاديش نطولوا فيها، سنلتقي عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتما فين كاين الجزاء الحقيقي. وكل جزاء غير هذا الجزاء هو وهم، ليس هنالك شيء اخر. هاد المرجعيه هاد الشيء اللي كتقول لنا ولا الاخره خير لك من الاولى،
كتقول لنا ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فإذا هذه المرجعية آن الأوان أن تثبتوا أن ما تربيتم عليه الذي هو يعني البناء الفكري والعقائدي للأمة، لأنه ما كاينش شي أمة في العالم كتقرأ القرآن الكريم في المساجد ديالها كل شهر بشكل جماعي إلا هذه الأمة، هذه الأمة المغربية. ولعل هذا واحدا من الأسرار التي جعلت حفظ الله سبحانه وتعالى يرافقها في تاريخها كله، ولله الحمد إلى اليوم. فهذه البنية، هذه البنية الفكرية هو هذا الوقت باش تكونوا كتستحضروها في العمل ديالكم، تكونوا كتستحضروها في التصرفات ديالكم، وتكونوا كتستحضروها في المستقبل ديالكم. وكانوا الإخوان ملي كنا كنديروا تزكيات وداك الشيء كيبقاو شويه كيتنافسوا على المقاطعات، شكون اللي ترشح فهادي وشكون اللي ترشح فهادي والمدن الى اخره. كنقول لهم وما نعرفوش الاخوان كيتذكروا ولا لا، وخص الاخوان ديال الدار البيضاء مزيان، تنقول لهم غير اطمئنوا ياك السي كحيل، كنقول لهم غير اطمئنوا وتنتا السي معايا ياك، ها غير اطمئنوا راكم غاديين تنجحوا، غير فقط يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من سبقوكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتم. هذا هو الروح ديال المرجعيه، هذا هو الروح ديال المرجعيه اللي خصنا نستحضرها اليوم، واللي نقول لكم اذا استحضرتيها بالمعاني كلها اللي كنتكلم عليها أبشروا بنصر مبين لا يتوقف إن شاء الله الرحمن الرحيم. لأن علاش؟ لأن إحنا الإخوان ماشي جينا باش نديروا وان باساج ونمشيو، لا، جينا باش نكونوا واحد العنصر ديال البناء لنفسه ولغيره، حتى الآخرين كنقولوا أنهم اللي غادي يشوفوا التصرفات ديال الإخوان إن شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي يشوفوا المواقف ديالهم، وغادي يشوفوا الرشد ديال السلوك ديالهم بدون شك ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ياثر هذاك الشيء فيهم ايجابا. فهذا هي هذا هو الكلام اللي بغيت نقول لكم على المرجعيه، وهو مهم جدا. وكما قلت لكم لا تخافوا على ارزاقكم، لا تخافوا على انفسكم، لا تخافوا على اولادكم، ما قدر الله لكم ان تستمتعوا به من الامتيازات ومن التعويضات ومن الامور القانونيه بصحتكم وراحتكم بدون حرج، ولكن وقفوا تما، راه الناس كيشعروا والناس كيشوفوا والناس كيفهموا. عندكم تعتقدوا بان الناس ما كيديوهاش. المساله الثانيه اللي بغيت ناكد لكم الاخوان هو انه خصكم تهنيوا نفسكم، وكنظن ان المغاربه كيهنيوكم، واليوم نقول لكم بلي المغاربه كيهنيونا في كل مكان، لانكم الحمد لله ساهمتيو من خلال هذه المشاركه السياسيه، ومن خلال هاد النتائج اللي حققتيهم، ومن خلال الزعزعه ديال القلاع ديال الفساد والاستبداد، ساهمتيو في اعطاء يعني الاشعاع لبلدكم ولوطنكم. راه خصكم تكونوا كتقدروا شنو هي في السياسه في واحد الظرف اللي في الدول المجاوره والمشابهه هنالك اضطراب في كل شيء، يعني تنقضي انتخابات بهذا النجاح تقريبا لا يطعن فيها احد ذو مصداقيه، وتشهد لها يعني يشهد لها الناس في الداخل ويشهد لها الناس في الخارج. وهذا الشيء هذا بطبيعه الحال لكم فيه نصيب، ولكن لابد منه بالعمل اللي قامت به وزاره الداخليه المشكور، والعمل اللي قامت به وزاره العدل اللي قام به، هما بجوج بطبيعه الحال تحت الاشراف ديال رئيس الحكومه اللي كانت عنده واحد المساهمه مقدره من قبلي بواحد الطريقه، فيها واحد الرفق، فيها واحد اللطف. وهذا الشيء قلته من الاول فاش عيني جلاله الملك على الرئاسه ديال على الاشراف ديال هذه الانتخابات، انا قلت للمواطنين بكل وضوح ان هذا الاشراف ديالي غادي نخليه في واحد المستوى معين وما غاديش نتدخل في التفاصيل. كان يعرض عليا كل ما يعني يريد الوزير الداخلي وزير العدل ان يمرره من القوانين الى اخره، وكنت كنبدي الراي ديالي فيه وما كندوز حتى شي حاجه حتى كنصدق عليه، خصوصا الامور الاساسيه. ووصل هذا الشيء، وهذا الشيء كله كان بمتابعه وتعليمات من جلاله الملك، من باب الانصاف، من باب الاعتراف بالفضل لاهله.
وكان اعتقد يعني ان هاد 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 الشهاده هو واحد الروح اللي غادي تساعدنا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نكونوا في المستوى المطلوب. لانه حنايا ماشي كيف قلت لكم جينا باش نعملوا ان باساج وننتهي، لا، راه حنا جينا باش بلادنا ان شاء الله الرحمن الرحيم تتقدم، باش بلادنا تولي واحد الدوله متقدمه، باش بلادنا تولي واحد الدوله اللي هاد القيم ديالنا اللي كنشوفوها عند الاوروبيين كنشوفوها عند الامريكيين وكنشوفوها عند واحد العدد ديال الشعوب اللي ماشي مسلمه، هاد القيم ديالنا اللي هي العدل اللي هي الانصاف اللي هي النظافه اللي هي اللي هي الوفاء اللي هي يعني اداء الحقوق اللي هي الاهتمام بالفقير بالمسكين الى اخره، هاد الاشياء هادي ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى حنايا اللي هي الاصل ديالها من عندنا تاكدوا ان الخير الذي يروج في العالم اليوم اكثره ان لم يكن كله اصوله من ديننا. فيعني هاد الشيء هذا نكونوا حنا واحد الدوله اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم كنعطيو النموذج لغيرنا لاخواننا من الدول الاخرى في التهام وفي في التعاون في التفاهم في وفي التقدم. هذه هي الاشياء التي يعني اليوم نرجوها ونعتبر انه هذا الانتصار اللي تحقق هو واحد الخطوه اضافيه في هذا الاتجاه. هذا الانتصار اللي تحقق المغرب هو انتصار للمغرب للدوله المغربيه، هو انتصار للحياه السياسيه. الحياه السياسيه بشهاده الجميع رجعات اليوم الصوت، كون المدن صوتات لنا الجميع يعلم ان هذا الحزب اللي ما كيعطي فلوس ما تياخذ فلوس، وان المواطن حين صوت لنا فقد صوت لنا سياسيا. معنى ذلك ان المواطن عاود رجع يهتم بالسياسه وعاود رجع يعني يعني يشارك في الحياه السياسيه. وباش كتحيا الشعوب، باش كتماسك، باش كتقوى، باش كتقدر تتجاوز المشاكل، ملي كيكونوا المواطنين يشاركون. حين يشاركون فانهم يحولون دون الفساد ويحولون دون الاستبداد ويحولون دون الارهاب ويحولون دون الاضطراب. ولكن حين ينعزلون، حين ينعزل كل واحد في بيته وكل واحد على مصلحته الشخصيه، فان العوادي كلها ترجع لكي تتربص بالجسد ولكي تسقطه لا قدر الله. فاليوم من خلال مساهمتكم في ارجاع الحياه السياسيه، ارجاع الروح للحياه السياسيه، فانتم تساهمون في قوه الوطن، والوطن القوي يتقدم يعني بطبيعه الحال. ثم انه معشر الاخوه الكرام، يعني هاد 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 الانتخابات هذه يعني اعطت نتائج، وهذه النتائج يمكن لكم تقولوا انه باهره مبهره، لكنها ليست مفاجئه. على كل حال ملي كنت كنخرج في اللقاءات ديالي مع المواطنين في مختلف المدن وكنشوف ذاك الجمهور الذي لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى في كل مدينه تقريبا من المدن التي زرتها، فهمت ان شي حاجه يعني كبيره تتوقع. وجات النتائج دابا تيقولوا شكون اللي انتصر الى اخره. غنقول لكم انا غير واحد القضيه، يعني شي ناس كيقولوا هما اللي انتصروا، يقولوا لي غير علاش الا انتصروا لغاو الحفله ديال النهار الاول. الا كان عندهم شي جواب فهمتي اللي انتصر هو حزب العداله والتنميه، خليونا من الهضره ديال 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 فهمتي. ملي كنت كنشوف هذا الشيء يعني كنشوف هاد 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 التجاوب ديال المواطنين، شعرت بان شيء ما وقع في المجتمع، كان المجتمع شعر بندائنا، المجتمع لاحظنا على مدى سنوات طويله، راى جديه ادائنا، راى نظافه ايدينا، راى صدق خطابنا، رأى يعني أداءنا الحكومي الذي فيه يعني عالجنا المشاكل الصعبة، رأى أننا خاطبناه بلغة الصراحة والوضوح، طالبنا منه أن يضحي معنا فضحى. شاف باللي ما كنلعبوش، ملي شاف باللي ما كنلعبوش المواطن خصوصا في المدن أعطانا النتائج التي يعني تعلمون.
هذا المواطن معشر الإخوة الكرام اليوم ملي وضع هذه الأمانة في الأعناق ديالنا بحال اللي قال يعني السي مصطفى الرميد، راه ما وضعهاش في الأعناق ديالنا باش نرتاحوا ولا باش نستمتعوا ولا باش نجمعوا الثروة، هو وضعها في الأعناق ديالنا لأن هذا دليل على أن المغربي عيا من الأساليب الأخرى، عيا من لي ميزونسين، عيا من الرشاوة، عيا من الأساليب ديال التدبير السيئة، عيا من التصرفات السياسية الناقصة، بغا يعني لأن المواطن كيف ما كان الحال واخا تيكون تيستفد، الإنسان اللي تيكون ميسور ربما تيستفد ملي كتكون الرشاوة وكذا كتسلو، ولكن واحد الوقت كيعيا وما تيعرف باللي هذيك الطريق مسدودة، لو أن الفساد يؤدي إلى نتيجة لتبنيناه جميعا، ولكن الفساد لا يؤدي إلى نتيجة، والفساد يعني إن الله لا يحب الفساد. فالمواطن اليوم أعطاكم هذه الثقة هذه وحملكم هذه المسؤولية هذه باش تخرجوه من هذه البؤرة اللي هو فيها، وكيعرف المواطن أن المصلحة الحقيقية ديالو هي في الاستقامة، أن المصلحة الحقيقية ديالو هي يعني في الجدية، أن المصلحة الحقيقية ديالو هي في النزاهة، أن المصلحة الحقيقية ديالو هي في الشفافية، أن المصلحة الحقيقية ديالو هي في احترام القانون. لأنه اليوم تتكون وزير، ولكن غدا شنو غادي تكون؟ أنا واحد النهار لقيت واحد الولد ديال واحد الوزير يعني في واحد الكراج ديال لاري حاضي السيارات وحاضي الماتريال ديال الدولة. إذا إلا كتفكر حقيقة لنفسك وكتفكر لأولادك حقيقة كيخصك تخلي البلاد ديالك فيها العدل ماشي فيها الثروة، الثروة غادي يجيبها الله على قدر المستطاع، ولكن العدل هو اللي الإنسان إلا وصلوا حقه كيرضى، ولا ما وصلوش كيعرف اللي ما كيستحقش كيرضى، هذا هو المهم. المهم هو أن يكون المواطن راضيا عن وطنه، الله تعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، كأكبر قمة للإنسجام بين الله عز وجل وبين الإنسان، فكذلك الإنسان مع وطنه، وكذلك الإنسان مع مؤسساته، وكذلك الإنسان مع قوانينه، وكذلك الإنسان مع كل ما يدبر حياته يريد أن يشعر بالرضا. تيكون المغربي فرحان، واليوم المغربي فرحان، اليوم المغربي فرحان بهذه النتائج، اليوم الناس كيقول لك أنهم معتزون سون فيير دتر دي ماروكان، فلا بد الأمور تمشي في هذا الاتجاه، وانتوما اليوم اللي خصكم تجسدوه في هذا المستوى من المسؤولية، وما تغتروش. أنا اللي نقدر نقول لكم كونوا متأكدين أن أبواب أخرى للمسؤولية ستفتح. شرحوا لي علاش بغيتي واحد الشعب كيجرب واحد الشريحة من المواطنين وتلقاهم يديهم نظيفة وتلقاهم تيتحملوا المسؤولية بجدية وتلقاهم تيضحيوا وتلقاهم كيخدموا وتلقاهم يعني 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 كيبذلوا مجهود وتلقاهم، لأنه كذلك مطلوب منكم أن تبذلوا مجهودا، ليس من المطلوب منكم أنكم تعملوا الأشياء بحال الطريقة التقليدية فقط، لا، خصكم تفكروا في المناطق اللي أنتم وليتوا مسؤولين عليها، تفكروا في الدور العائلة للسقوط، تفكروا في البناء العشوائي اللي كيمثل خطر على المواطنين، تقلبوا على حلول مبدعة، تحركوا في جميع الاتجاهات، لأنه الأصل هو أنه أي واحد منكم غادي يمكن له يكون مستقيم ويصرف الميزانيات اللي عنده في الصالح ديال الجماعات، وهذا وحده سوف يكون نجاحا، لأن الناس ألفوا أن الذين يأتون للجماعات يأتون في الغالب لكي يستغنوهم، ولكن أنتم ليس مطلوبا منكم هذا فقط، مطلوب منكم إضافة إلى هذا أنكم تؤدون يعني أنكم تبدعون وأنكم تجتهدون وأنكم يعني تنفتحون على أشياء يعني كثيرة، وثم راه ماشي غير جو عطاكم، راه ما عطاكم حتى شاف الأداء ديالكم في الجماعات، راه واحد العدد ديال الجماعات كنا كنسيروها في الأول بأغلبية، من بعد ولات عندنا أغلبية مطلقة، ذكرت قبيلة وتزم الآن تنذكر لكم يعني 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 تمارا، كنذكر لكم القنيطرة، كنذكر لكم واحد العدد ديال الجماعات كنا كنسيروها، انتقلنا فيها من الأغلبية النسبية إلى الأغلبية المطلقة، معنى ذلك أن الناس كيشوفوا ثم شافوا الأداء ديال الحكومة ديالكم اللي كترأسوها وشافوا باللي هذا الأداء الحمد لله كان في المستوى، راه ماشي الناس غير جوا عطاوكم، وإني ما كاينش توقف في هذا العمل، خصكم تزيدوا خصكم تزيدوا، وراه حنايا ملي جينا واقترحنا باش السي مصطفى الرميد يولي مسؤول على النزاهة والشفافية وهو وزير العدل بجلالة قدره، يعني لا بصدق انت، واقترحنا عليه وانا ما كنتش ما كنتش
ما كنتش يعني متوقع انه غادي يستجب، واستجب. فلشعورنا بجسامه المسؤوليه، لانه رحنا مرينا الاخوان من 50 جماعه الى 176 جماعه، فضلا عن يعني ثلاثه ديال المرات ونص دو بلوس. انت و طبعا ما ننساوش القنيطره بطلت الحال. زين عرفتي يعني يعني ماشي هذا ماشي جماعات واش من جماعات السرباح. الحمد لله. لا هذيك قبيله بغيت نذكركم باش تعقلوا، كتعقلوا باللي في 2003 منعنا باش نترشحوا في بعض المدن اكثر من واحد الحد معين. في الدار البيضاء رشحنا في 8 ديال المقاطعات من اصل 16، وواحد العدد ديال المدن يلا استطعنا ناخذ مدينه وحده هي مدينه مكناس، وبصعوبه وخذها واحد منا وكان هو العضو الوحيد في المكتب، كل النيابات اخذتها الاحزاب الاخرى. انظروا كيف استدار الزمان ودورته، وخذينا المدن الست كلها. تذكروا فضل الله عليكم، والنتيجه ديال كنتكلم معاكم انتوما، انت المغرب غادي نشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، انت والنتيجه ديال الصبر ديالكم، النتيجه ديال السياسه الحكيمه اللي تمشيتيو عليها. وتذكروا النتيجه ديال الاستقامه ديالكم، وتذكروا النتيجه ديال الاعتدال ديالكم، وتذكروا النتيجه ديال التضحيه ديالكم. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، لانه باش ما تنساوش وهاد الناس هادو اللي صوتوا عليكم ما غيبدلوش رايهم الا بقيتيو غاديين في هاد الطريق، ما يبدلوش رايهم، سيجددون لكم ويجددون لكم ويجددون لكم. والعدوى لا بد ان تنتقل من المدينه الى الباديه في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني في هاد المعاني اللي كلها معاني احتفاليه، كانت بطبيعه الحال بعض المنغصات. وعلى كل حال اللي دارها الله فيها الخير، حنا ما قلنا والو. انا اليوم ما غنتكلمش على الخصوم ديالنا والمعارضه ديالنا وداك الشيء، راه تكلمت عليهم بما فيه الكفايه. لكن بطبيعه الحال لا بد ان نؤكد انه وقعت اشياء اللي ماشي معقوله، ولكن اذا كنا اليوم الحمد لله كنقدروا نشهدوا ونعاود نقولها، نعاود نشكروا جلاله الملك على القرارات الحاسمه اللي اتخذها باش الاداره تكون على الحياد، فان الاحزاب السياسيه لم تكن كلها في الموعد، وخصوصا الحزب المعلوم اللي غيبقى دائما تفتقد المشروعيه ما لم يراجع نفسه، ما لم يقوم بنقد ذاتي، ما لم يصح اخطائه. الان ما ظهر ليش، بقي غادي في نفس الـ في نفس الـ في نفس الـ في نفس الـ الاساليب. احنا صحيح نقول لكم ملي عملنا الانتخابات وعملنا الحساب في الاغلبيه، لقينا باللي الجهات اللي غادي ناخذوا هما في الاول بانوا لينا اربعه، هما في الحقيقه خمسه فقط. هذا لانه الانتخابات هكذا كتعطي، واخا احنا جينا الاولين خجبنا 25%، ولكن في الاول كانوا كيبانوا لنا غير اربعه بالحساب، احنا عندنا خمسه. كان واحد الخطا في الشمال، كانوا كيقولوا باللي المعارضه عندها 32 وحنا عندنا 31، غير غلطوا. كان الاتحاد الاشتراكي عنده اربعه قالوا له خمسه، والاحرار عنده 8 قالوا له 7. ملي قد دينا الحساب ولينا احنا، كان مفروض انه فين عندنا احنا الاغلبيه نديو حنايا كاغلبيه، وفين عندهم هما في المعارضه يديو في المعارضه. وقعات امور ما يمكن لهاش تكون مقبوله.
وحنا هاد الشهاده تنحضروا منه، تنحضروا منه الوطن، تنحضروا منه المواطنين، تنحضروا منه الاحزاب، وتنحضروا منه المناضلين ديال الاحزاب، وتنقولوا لهم راه ماشي معقول، ماشي معقول الانسان يكون في حزب ويصوت ضد الاغلبيه ديالو، وماشي معقول يكون في حزب ويصوت ضد الحزب ديالو. هذا الشيء وقع مع الاسف الشديد. بهذه الطريقه هذه فقدنا كاغلبيه مدينه طنجه، جهه الشمال عفوا، اللي حنا اللي كنستحقوها. انت ولا لا، لصالح الشخص المعلوم اللي ما يمكنلوش يدعي انه كيغيدير يسير جهه، هو اصلا باش يترشح ياك هو ساكن في بدار ولا في السويسي ولا ما عرفت فين. ويلا كانوا الناس كيبغيو كان زعيم سياسي يترشح في بدار السويسي، مشى لواحد الدوار فهمتي ولا لا، انت بعيد فهمتي ولا لا ديال واخا، احيد منه هذاك المرشح اللي 20 عام هو تما باش يبقى بوحده. يسمحوا لي عندك يسحب لهم باللي المغاربه بولداء، راه الناس كيشوفوا كيعرفوا. ثم بعد ذلك جاء باش كي يصطف امامه او امام بيته او فندقه فهمتي ولا لا، يعني الناس ديال الاحزاب لا ديال الاغلبيه لا ديال المعارضه، ما عدا حزب العداله والتنميه وحزب التقدم والاشتراكيه. لا بد من فيه، حنا باغي نقولوا لهذا السيد راك غالط وما كتفهمش في السياسه، وان هذه الاساليب هذه ما غتاكلش. انت قبل ما عرفناش باش من نفوذك انت كتمتع، ما كنتي محتاج لا تلبس الكرافطة ولا تلبس الجلابة بيضاء ودير الرزة والدقاد. اليوم اضطريتي دير هذا الشيء وهبطتي للساحة. الساحة عندها قواعد، إلا ما احترمتيش هذيك القواعد هذا الشيء غادي تخلصوا طال الزمان وأم قصر. وخصك دير في البال ديالك أن حزب العدالة والتنمية مصر على مقاومة أي تحكم وعلى مقاومة أي، لأنه المواطنة الإخوان عندها ضريبة، ومهما كان احنا مستعدين نديو الثمن ديال المواطن، لانه كنعرفوا باللي هو هذا هو اللي غادي يطلع البلاد ديالنا. ماشي يعني نمارس السياسه على اساس الا نؤدي الثمن، ان اقتضى الامر ان نؤدي الثمن سوف نؤدي الثمن، ولكن لن نسمح بان بلادنا يستمر في هذا الشيء. وراه الحمد لله اليوم واحد العدد ديال الاجراءات القانونيه راهي يعني حسنات الاداء السياسي، وهذا الشيء هذا راه كان محدود، وانتم كتشوفوا التحالفات اللي كانت في المدن. اذا مشاو معك الناس بخاطرهم ماشي مشكل، ولكن جوج ديال الحوايج، المال، واليوم ثبت ان سلطه المال تراجعت وفرت من المدن او نقصت في المدن، ومع الاسف الشديد مشات للباديه، واخا خدات الاسم ديال الغرامه، هذيك الغرامه اللي كيديروا العيالات في الحفلات شي، والغرامه ديال هذه ماشي غرامه، هذه انها كانت غرامه، هذه انها كانت غرامه. بداوا يضحكوا على الناس ويقولوا الغرامه، هذيك ماشي غرامه. فهاد هاد 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 الاسلوب هذا راه هو ماشي مقبول، وراه المغاربه ما غيتسامحوش مع هذا الشيء. والمساله الثانيه التي حزت في نفسنا كذلك بطبيعه الحال، كذلك ابن ملال ضعت الاغلبيه، والمساله كذلك اللي حزت انفسنا هي الدار البيضاء اللي كان كيخص هذاك السي الباكوري اللي كان كنوا له بزاف ديال الاحترام والتقدير، من بعد ما جابش الله في المحمديه، ما جابش الله ما بغاوكش المحمديه، بغيتي تحكم على المحمديه والدار البيضاء الجديده وما نعرف شنو وما نسطات والى اخره، بزاف غير معقول. كان المفروض انه يعني سيدي بالدور، يا لطيف فهمتي ولا لا؟ ما كانش مفروض، وخصوصا من خلال واحد القضيه غادي نقولها، يعني الاخوان ديالنا في مراكش بكل صراحه حتى هذا الشيء داروا فيه العيب، الناس ديال الاخوان ديالنا في مراكش، يعني ملي شافوا باللي المرشح ديال الاصاله والمعاصره الاحزاب كلها هي غادي يعني تمشي معاه، اقترحوا عليهم هما ياك السي العربي، اقترحوا عليهم باش يدخلوا معاهم بالجهه، قالوا لي واش دخلوا، قلت لهم ماشي مشكل، ما خرجوش من الجماعه، خلي الامور تمشي في هذا الاتجاه، خلوهم حتى الليله اللي كاين الانتخابات، قالوا لهم ما تليناش محتاجين لكم. ماشي حشومه هذا الشيء، ديروا العار، مشيتيو عند الناس وطلبتيوهم باش يجيو
ثم بعد ذلك تتصرفون بهذه الطريقة. ما عرفوش هادو باللي في تطوان الوقت اللي الناس ديال ديالنا عطيناهم الاذن 3 ايام وحنا موقفين وحتى ما وقعش اتفاق على مدينه تطوان مع السي الطالبي العالمي من خلال السي مزوال، عاد عطيناهم الاذن باش يبحثوا على تحالف. ثم بعد ذلك وقعت التطورات ورجعوا تيقولوا نعاود نحطموا هذاك التحالف ونبنيو تحالف اخر. قلنا لهم لا، حنا عطينا الكلمه للناس، مادام عطينا الكلمه للناس غادي نوفيو لهم واخا تمشي للمدينه. لانه الاخوان لا بد يكون شي منطق. انا غنقول لكم الاخوان، انا ما عارفش واش نكون معكم في الانتخابات المقبله ولا ما نكونش، الله اعلم، لكن انا نقول لكم ما تعودوش تطلبوا الرئاسه ديال المدينه ما عندكمش فيها المرتبه الاولى، ما تطلبوهاش، وما تعطيوش الرئاسه ديال المدينه عندكم فيها المرتبه الاولى لواحد اخر، واخا تمشي خاص شويه ديال المنطق، خاص شويه ديال المنطق. حنا ما كيهمش تيسحب لهم باللي حنايا كنا حريصين باش نجيو الاولين، ما كناش حريصين، ودابا حنا فرحانين بالنتيجه ديالنا. هذيك 176 ديالنا هذيك يعني كلها كاللؤلؤ والمرجان، نظيفه وشريفه، وليس فيها شخص واحد يستطيع ان يدعي اننا اعطينا درهم واحد باش 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 يصوت علينا. فهمتي؟ الله يجعل البركه. حنا ماشي ضروري نكونوا الاولين عباد الله. فين مكتوب هذا الشيء؟ في التوراه ولا في الانجيل ولا في القران؟ ما مكتوب حتى في حاجه. داك الشيء المهم هو داك الشيء اللي غادي نسيروه بطريقه جيده وبطريقه صحيحه وبطريقه اخلاقيه، هذا هو المهم. ولكن هذا لا منطق، هذا لا منطق اللي كيوقع واللي كيتسبب في هذا خصنا نوقفوه. احنا الاخوان اليوم يعني اشتغلنا مع يعني مع المجتمع ديالنا على مدى سنوات. ذكرتكم الا كتذكروا في اللقاء الاول اللي ما كنتش الله يشهد عارف شنو غتكون النتائج، وكنت كنشعر بانه الله اعلم من الذي يحضر في الخفاء، لان هذاك السيد هذاك انتم كتذكروا مزيان انه ملي جات الانتخابات ديال الماجورين النقابه القريبه منا جات في المرتبه الرابعه ورضينا، ما قلنا حتى كلمه، ما شككنا في النتائج، ما عملنا ملاحظات سياسيه وعملنا ربما بعض الطعون القانونيه، ولكن ما عملنا حتى شي حاجه. قلنا صافي المرتبه ديالنا هي المرتبه الرابعه، فعند الماجورين ما كاين حتى مشكل. جات الغرف المهنيه. ملي جات الغرف المهنيه وشفنا النتائج ما جيناش لحنا الاولين، حنا جينا 30 ولا 40، وشفت هذوك الغرف لقيت باللي حتى شي غرفه ما نقدروا ندبروها بوحدنا الا وحده ربما، فما طلبتش من الاخوان ديالي الحلفاء حتى شي حاجه. وحتى الاماكن اللي جينا فيها حنا الاولين ملي شعرنا بانه كتكون خاصنا خمسه ولا سته ولا سبعه ديال المقاعد ما نقدروش حنا ندبروهم ما نعرفوش اليوم، قلنا للحلفاء ديالنا خذوهم حنا معاكم نكونوا معاكم المكاتب، انتم عندكم اساليب وطرق وعندكم صداقات في الاحزاب تقدروا تدبروها، فخليناهم يدبروا داك الشيء. وما طلبت من حتى شي واحد حتى شي حاجه، ولكنهم يعني اللي تيقولوا الفرنسيه يزون فوندو لا بو دو لور سافون دو لا فورتوي، مشاو تيقولوا حنا دابا غننتصروا في الانتخابات وبقى فينا الحال لانه ما عرفناش البقيه الاوضاع في المغرب ماشي مزيانه الى اخره. فهمتي ولا لا؟ انا تخلعت، قلت هادو واش دايرين؟ اش موجدين؟ قلت هادو هضرت مع الاخوان ديالي قال لك السي عبد الاله حنا غنديروا البورتا بورت ما نعرف شنو الى اخره. قلت انا هادو غيديروا البورتا بورت انا غادي واش غنبقى جالس؟ راه هذاك تازا، هذيك تازا راه ما كانتش مبرمجه نهائيا، ولا سلا ما كانوش مبرمجين. فهمتي ولا لا؟ صافي فهمتي هادشي اللي قلنا جو ارض. فهمتي ولا لا؟ جو ارض فهمتي. فمشيت خاطبت المواطنين مباشره، حقيقه كانت ايام من نصر الله سبحانه وتعالى، والتجاوب كان غريب، وفي الحقيقه تجاوز حتى ما كنت اتصور واتخيل.
اللقاء ديال تازا بالمناسبة كان ناجحا الحمد لله، وحضروا الالاف ديال الناس. طبعا ملي كنت نازل من المنصة، لانه شفت الناس كيطلعوا للمنصة، شي باغي يسلم، شي باغي ياخذ الصورة، شي باغي الى اخره، فهمتي ولا لا؟ خفت هذيك المنصة تطيح، ما خديتش الاحتياطات، نزلنا فهمتي ولا لا؟ فالسيارة كانت بعيدة وما بيناش الظلام. فعلا هذه كانت واحد اللحظة صعيبة جدا، يعني ما نجوت منها الا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن المهم عندنا ان تلك اللقاءات كلها كانت ولله الحمد ناجحة، وكانت مثيرة يعني للانتباه، وكانت في نفس الوقت التي هي تدخل السرور على النفس كذلك، فإنها تشعر المسؤولية. هذا الشعب الإخوان اليوم قلتي وقلتي 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 واستجاب لكم، إياكم تراجعوا، إياكم تخيبوا، خاصكم تحمروا لنا وجهنا وتحمروا الوجه ديال المغرب، وكونوا متأكدين أن الإمكانيات موجودة، الإمكانيات موجودة في المغرب، الإمكانيات موجودة في الإطار ديال التعاون، الامكانيات موجوده بدون اي مشكل. راه ملي تيكون الانسان معقول الله سبحانه وتعالى ما كيتخلاش عليه وكيجيب له الامكانيات باش يخدم بلاده. فلهذا توكلوا على الله وخدموا وكونوا في المستوى، حمروا لنا وجهنا. ودابا تيقول لك سيدي، تيقول لك سيدي 2016، حنا سيدي ما زربانينش، حنا يلاه في 2015، وعلاش غنبداو نديروا لا بوليميك من دابا ونبداو نقولوا باللي 2016 حنا اللي غادي نربحوا؟ الله اعلم. واني اللي ظاهر هو انه هذا الشيء هذا هو نتيجه ملاحظه ومتابعه شعبنا لنا منذ حوالي 20 سنه، منذ ان دخلنا الى البرلمان وكنا تسعه افراد، وهؤلاء الافراد يعني اثاروا انتباه المواطنين والمراقبين الدوليين والمراقبين الداخليين اكثر من بعض الاحزاب التي كانت حصتها هي 30، وبقوا متابعين من 14 ومن 14 ل 42 الى اخره، حتى وصلنا ل 107، وكيشوفوا الجماعات اللي سيرنا في 2003 واللي سيرنا في 2009 كيشوفوا المعقول المعقول المعقول، ما تراجعوش وكيزيدوا. فعلاش بغيتيهم من هنا ل 2016 يزيدوا؟ الا لا قدر الله الا وقعت شي كارثه، ولا الا تصرفنا شي تصرفات ماشي هي هذيك، وحتى الا تصرف شي واحد منا شي تصرف ماشي هو هذاك، راه ماشي منا، حنا ماشي طائفه، حنا اللي كيجمعنا ماشي هو اننا ابناء التوحيد والاصلاح او ابناء العداله والتنميه، اللي كيجمعنا هي الاستقامه، اللي مستقيم واللي في المستوى هو منا، واللي ماشي مستقيم ليس منا. وحنا الاخوان حنا اشتغلنا بهذا المنطق اللي راعينا فيه الله سبحانه وتعالى، اللي هو الاصل ديال المرجعيه ديالنا والوطن ديالنا، اللي جعلنا الوطن ديالنا عنده الاولويه على الحزب ديالنا. خص هادشي هذا يبقى دائما واضح عندكم. الحزب الا بغى يمشي الله يهنيه، لكن الوطن لا، الوطن الا اقتضى الامر نضحيو فيه بسبيله بعد الله سبحانه وتعالى، الارواح ديالنا ما عندناش مشكل. ثم التفاهم والتعاون وعدم التنازع مع المؤسسه الملكيه. خص هادشي هذا يبقى واضح، وتنعرفش تنقول، وتنقول لكم ان جلاله الملك عينيه على المدن. جلاله الملك باغي واحد الاطار للمواطنين ديالو يكون نظيف ويكون متقدم ويكون راقي، وراه مشغول بهادشي ديال المدن كثيرا. وانتم خصكم تكونوا في المستوى باش تكونوا عند حسن ظن شعبكم، ثم باش تكونوا عند حسن ظن ملككم. دابا الاخوان احنا اولاد المستقبل، هذا الحزب هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم، انا متفائل انه ان شاء الله الرحمن الرحيم سيكون له مستقبل. تيقولوا 2016 والمعارضه وكذا الى اخره، انا ما كنخافش من هادشي حتى وان وقع، ولكن مستبعد جدا. هذا الحزب غادي يكون مركزي في الحياه السياسيه، مركزي في الحكومه ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال 2016 وديال الحكومات اللي غادي تكون من بعد. ولكن اللي تيخص الاخوان ديالنا اليوم يفهموه هو انه ما كاينش شي حاجه اخرى من غير الجديه، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير المعقول، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير الاستقامه، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير النزاهه، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير الشفافيه، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير القرب من المواطنين، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير الصراحه والوضوح مع المواطنين،
ما كاينش حاجه اخرى من غير التحمل ديال المسؤوليه. واخا دوز باللحظه صعيبه خصكم تشوفوا كيفاش قبيله السي مصطفى الرميد ملي كان كيتكلم دار اشاره للقيادات ديالكم. الا كتعتبروا بلي القيادات ديالكم قيادات شرعيه وبلي اختاريتوها بالرضا ديالكم بلي نتوما باقيين راضين على السلوك ديالها وباقيين راضين على الاداء ديالها خصكم تشوفوا كيفاش كتصرف هذه القياده. وانا في التقدير ديالي كندعوكم الى ان تكونوا احسن منها، فان لم تستطيعوا فعلى الاقل ان تكونوا مثلها. وراكم عندكم فرصه رائعه اللي في الشاون واللي في واللي في واللي في, واللي في تطوان واللي في واللي في مراكش واللي في اكادير واللي في بيوغرا. واللي بيوغرا غنسيروا حنا ولا ما نسيروش؟ لا ما عرفتش علاش مشيت لبيوغرا، جاتني ساهله هاد بيوغرا. ارجو الله تا ودانت وزكان وتيزنيت والى اخره. انت ولا لا؟ قال لي واحد، قلت له واحد السيد، قلت له عرفتي خصكم تقول لي شكون المدن اللي ما غنسيروش، لان هما اللي ساهلين، اما هذوك اللي غنسيروا راه هما اللي كتاب. فهمتي ولا لا؟ ف يعني هاد المدن هادو كل وحده فيهم فرصه. انا غنذكركم دابا بالسي سي دريس كيفاش مشى لفاس. انا السي دريس الاخوان ما كنتش عوال باش نرشحه نهائيا نهائيا. ونقول لكم كنت يعني ما جاتنيش حتى للبال، ولكن ملي تطرح الكلام عليه بحال شي ام عندها واحد الدري عزيز ما بغاتوش يمشي للمعركه، بغات تشدو عندها. فهمتي ولا لا؟ واني كنشوف في العينين ديال السيد لقيت وجدت عنده واقع بلديه عنده باش يمشي. فهمتي ولا لا؟ وكان الكلام على انه يمشي يمشي لتمارا، كان الكلام على انه يمشي لتمارا، ولكن تمارا ما يعني من الظروف دارت القضيه باش يمشي لفاس. باش يمشي لفاس شنو هو اللي شنو قال لي من بعد السي ادريس؟ لانه كتعرفوا كيعاونني بزاف كرئيس ديال الحكومه، انا كنحتاج له بزاف الى اخره، وهو وزير يعني عنده دور كذا الى اخره في الميزانيه. قال لي السي عبد الاله انا شفت واحد الرئيس ديال الجماعه في فرنسا ياك هكذا يعني يقدم خدمات لمواطنيه، داك الشيء اللي كيقدر يعمل كخدمات يقدمها لمواطنيه كبير جدا. ولهذا واخا هذا العمل مرهق ومتعب واضافي والى اخره، ولكن زعما كنت مستعد. هو الحقيقه احترم الاراده ديالي، حتى انا شفت هذيك الرغبه ديالو عاد استجبت له. قال لي ولكن عاد وشوفوا الحمد لله كيفاش يسر له الله سبحانه وتعالى المهمه، وكيفاش نجح، وكيفاش ذاك النجاح الباهر، باش تعرفوا باللي راه هذا الشيء ديال الله. سكون تكونوا واثقين ان هذا الشيء ديال الله، وانه ملي الانسان كيستقم وملي الانسان كيتكون نيته حسنه وملي تيكون تيبغي بلاده، فهمتيني ولا لا؟ ملي تيكون تيبغي بلاده وملي تيكون مستعد باش يضحي من اجلها، الله سبحانه وتعالى كييسر له السبل ديال ذاك الشيء. فهذا هو السر باش السي ادريس. فاذا كل واحد من الاخوان اليوم خصو يكون عنده حلم واحد في هذيك القرى الصغيره، في القرى الصغيره الاخوان اي شيء درتيوه كيبان الاثر ديالو، تيبان الاثر ديالو بشكل جيد. ف يعني اللي نبغي نقول لكم هو انه بذلوا مجهود وغادي يدير لكم الله سبحانه وتعالى البركه، وغادي ننتصروا، وغادي توليوا مدرسه في السياسه، مدرسه ديال الجديه. الناس عياو من الهزل وعياو من اللعب وعياو من المناورات وعياو من المكر وعياو من الخداع وعياو من قلب المواقف وعياو من هذا الشيء كله، بغاو شويه ديال المعقول. آن الأوان وأنتم اليوم من الله سبحانه وتعالى لهذا البلد ولهذا الوطن ولهذه الأمة. اليوم الإخوان الناس في العالم تينظروا بإعجاب لهذه التجربة وتيقولوا كيفاش تبنات عندكم هذه التجربة، تيقولوا واش يمكن لكم تفيدونا، بغينا نديروا بحالكم تجربة اللي كتساهم باش البلاد يكونوا العناصر ديالها متفاهمين متعاونين. يعني هذه بلاد لابد ان شاء الله الرحمن الرحيم سوف تنطلق. طبعا خصومكم لن يتوقفوا، خصومكم معشر الاخوة الكرام مكرهم كبير ولا يعني لا يغفلون عنكم ليلا ولا نهارا، ولكن ما تقدروش تعرفوا اش كيوجدوا لكم. اللي تقدروا ديروه هو انتم ديروا داك الشيء اللي عليكم وخليهم. الله تعالى كيقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. راه ما يمكنش انتم تعرفوا شنو جالسين تيحضروا لكم بالليل ولا بالنهار، ولكن انتم يجب ان تستمروا في الوفاء لشعاركم الله الوطن الملك، لمبادئكم، لقيمكم، لمرجعيتكم،
في المحبة لشعبكم تكون النتيجة إن شاء الله الرحمن الرحيم زيادة في كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.